ما زالت خطيرة، تصويبة خطيرة جدا ما زالت في الميدان تلعب لغينيا. الدخول بالكرة بحث عن تسديد، الدفاع يضيق المساحة، ما زالت الكرة يحاول يبحث بكل الطرق التوسيع. تأسس الاتحاد الكافير في عام 1982، يلعب طبعا في الكبر، طبعا انتصار لرأس الأخضر كان أمام ساو تومي. الكرة خطيرة لغينيا، تسديد جول، لا 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 لا. المتألقة بتسميتي بهذا الاسم، وحسب ما أكدت عدة مصادر تاريخية فإن اسم خليجي غينيا مشتقة. والكرة خطيرة، ما زالت غينيا، هدف 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 جول الأخضر. الكرة تعود من جديد، لا ناقة لهم ولا جمل فيما حدث في مباراة السنغال يا غينيا. الكرة تلعب من جديد، مرور رائع، الله 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 الله. واللاعب الحسن كمل على تنفيذ هذه الكرة، الحسن على تنفيذ الركنية خطيرة جدا من رأي. الكرة تلعب لمنتخب غينيا للفيلة، تلعب الكرة خطيرة جدا، الاستلام والكنترول من جانب الحسن، الحسن يتقدم بين دلا بالطول والعرض داخل الميدان. الكرة تلعب في الجبل اليمنى، الكرة خطيرة ما زالت في الميدان، الاستلام يوزع كرة خطيرة ما زالت منتخب، يدل على ضغط منتخب غينيا. الكرة تلعب لمنتخب غينيا، تلعب بسرعة، تلعب بأقدام الحسن، الحسن يوزع كرة خطيرة جدا، التسديد محمد تراوري، رقم 8 عثمان ديان، رقم 10 محمد كيتا، رقم الوطن على قناة الرياضية الموريتانية. الكرة تعود من جديد لمنتخب، الكرة تلعب لمحمد تراوري، تراوري يلعب الكرة طولية خطيرة جدا للمنتخب الغيني، سريع هذا اللاعب، مازال مازال الكرة والتمريرة والتسديد. نابي كيتا، أسماء كثيرة، أسر كروية عبرت من كرة خطيرة، خطيرة غينية 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 ممتازة، أرضية راسية قد تكون، يا سلام. الكرة بينية، الكرة بينية، استقبال أمامية أمامية خطيرة، أرضية لم تأتي، يتأخر فيها، البينية خطيرة. البينية، فنيات موجودة، مهارة موجودة، الكرة لمصنع المنتخب الغيني عن طريق 19 عن طريق المهاري. منتخب السنغال ضرب معنويات المنتخب الغيني، لذلك هل سيكون الكرة غينية 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 سرية. حسن كاميرا، حسن كاميرا خطير، حسن كاميرا مازال 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 خطيرة 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 خطيرة، وتقليص الفارق. عرضية تاتي، حسن بانكورا الى حسن كاميرا لمصلحة غينيا، تسديدة خطيرة للمنتخبات الفرنسية، احد الاسماء والاساطير والاسماء المهمة جدا في تاريخ الكرة الغينية. ترجع الكرة حسن كاميرا اليمنى، الكرة غينية طويلة امامية امامية وتقدم، يرجع بالكرة حسن. حتى الآن الكرة تلعب لمنتخب غينيا، خطيرة جدا العكسية، تلعب في الجبل اليمنى، خطيرة، جول 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 جول، الثالث الثالث لمنتخب غينيا عن طريق الرائع والكبير عن طريق الحسن كاميرا.